اسم خالد جمال مجدوبة من سكان مدينة طول كرم، اسم محل بيروت للاتصالات. بحب أهدي صباح لأهلي وأقاربي وزبايني جميعا ولجميع أهل طول كرم، و بتمنى لهم التوفيق والسعادة وصباح يبقى يعني مليء بالنشاط والعمل. بحب أهدي صباح لكل أحبتي ولناسي ولجماعتي بالضفة الغربية وقطاعها ولمخيم طول كرم ولتلفزيون الفجر الجديد. ايش بتتمنى للناس؟ الخير والبركة، وإن شاء الله الله يفتحها بوجوه الناس أجمعين وفك أسرانا برضه أجمعين. طبعا أتمنى دائما صباح الخير لكل أهل المخيم، وأتمنى الخير لهم والسعادة طبعا وتوفيق لكل أهل المخيم. أول إشي صباح الخير لجميع اللاجئين في كل مكان، المشردين، اللاجئين في سوريا وفي فلسطين، بذكرى النكبة. صباح الخير لعمال التنظيفات في مخيم طول كرم والعاملين في بلدية طول كرم جميعا. صباح الخير لتلفزيون الفجر الجديد. صباح الخير لمحافظة طول كرم، المحافظة الأبية، المحافظة محافظة المناضلين والأسرى، ونهدي صباحنا أخيرا وليس آخرا العزيزين على قلوبنا الأسرى الأبطال. صباح الخير للوطن، صباح الخير للمواطن، صباح الخير لفلسطين، صباح الخير للشهداء، صباح الخير لكل الأسرى، صباح الخير لمخيم طول كرم، وشكرا. والله بتمنى لكل الدنيا الخير والسعادة ورجوعنا على البلاد، لكل الشباب ولكل البنات ولكل فلسطين. يا رب إني ربنا يتوب علينا ويرجعنا على بلادنا، يرجعوا الشباب، إحنا الخطرية نموت مال شايفة. والحمد لله، والله بتمنى صباح الخير كل ساعة كل وقت للناس. أنا طول نهارني قاعد على الشارع هنا عندي نتفة هالبسطة والكل بيعرفني، والله الكل بيعرفني بالدنيا شايفة. وقاعد بتمنى الحمد لله تكونوا بخير وطيبين وسعادة، تكونوا بسعادة وتكونوا متهنين بعماركم وبحالكم بكل إشي. بهدي صباحي لشباب مخيم طول كرم ولأهالي مخيم طول كرم وشباب طول كرم، وبهدي صباحي لكل الجيل الطالع وستات الجيل الطالع، وبهدي صباحي لأسر الشهداء وأسر الأسرة، وبهدي صباحي لكل الشباب اللي زيكم اللي نشطين وعاملين اجتماعيين، وبهدي صباحي كمان لتلفزيون الفجر الجديد.